البداية مع العناوين. 14 إصابة جديدة بكورونا والعدد الإجمالي بلغ 508. القصة الكاملة لدخول لبنان على خط العلاج بالكلوروكين. فيروز تتوجه برسالة إلى العالم في زمن الفصح. الثانية وربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تتابعونها أيضا عبر موقع otv.com.lb ومن خلال حساباتنا عبر فيسبوك وتويتر. وزارة الصحة تعلن عن الأرقام الجديدة للمصابين بفيروس كورونا والتفاصيل مع الزميل جورج عبود. جورج يعطيك العافية، يعني عدد الإصابات عم يرتفع، 14 إصابة جديدة، ولكن مقارنة بالأمس هنالك انخفاض بما تسجل. صحيح جورج، يعني خلينا انطلق أنا وياك من حالة وفاة جديدة تم تسجيلها، بالتالي رفعت عدد الوفيات إلى 17 حتى الساعة. أما بالنسبة لعدد الفحوصات، عندنا 644 فحص تم انعمل خلال ال 24 ساعة الحالية، تبين من بيناتهم 14 إصابة جديدة، وبالتالي صار في عندنا مجموع عدد الإصابات حتى اليوم 508 حالات. إذا بدنا نحكي شوي يعني عن عدد الوفيات، هون ضروري نعرف أنه السواد الأعظم من الوفيات عم بيكونوا بسبب انه عندهم امراض مزمنه، اكان مرض السرطان ولا الامراض الخطيره بالرئه، اما النسبه القليله جدا عم بيكون ضعف بجهاز المناعه عندهم، وبالتالي عم يفتك فيروس كورونا بالروايه وعم نشهد حاله الوفاه. ارقامنا بعدها متدنيه، من الدول الارقام كثير متدنيه، يعني الحمد لله ما عم نشوف الارقام الضخمه وخاصه عداد الوفيات بكورونا اللي عم نشهدها بكثير من البلدان المتقدمة، على أمل أنه المواطن اللبناني يضل يلتزم بالحجر المنزلي اللي نحن فايتين فيه بالأسبوع الثالث. يعني هي معروف مدة احتواء هذا الموضوع والفيروس بيحتاج إلى 5 أسابيع تنبلش نشهد نتائج متدنية، على أمل أنه حتى بكرة مع انطلاق الأحد عودة المغتربين من برا ما نشهد إصابات عالية بصفوفهم، علما أنه الآلية بتلحق طريقة يعني سليمة من خلال عملية نقلهم إلى لبنان بالطيران ولا من خلال الحجر بأوتيلات داخل لبنان. اللي بدنا نقوله أنه حتى الساعة صار معمول 8472 فحص بي سي آر، هن الفحوصات اللي عم ينعملوا كرمال نشوف إذا نتائج سلبية ولا إيجابية بفيروس كورونا. حالات الشفاء، يعني ضروري ننشر الإيجابية من الموضوع أنه عم نشهد حالات شفاء بلبنان، الحمد لله في عالم عم تظهر من الحجر اللي كان مفروض عليها بالمستشفيات، أكان برفيق الحريري ولا بالمستشفيات الجامعية الأخرى، يعني 46 حالة شفاء جديدة عم تسجل أيضا بخصوص هذا الموضوع. وبالتالي يعني بظل تقدم الأرقام بشكل كتير كبير، يعني تخطت الأرقام المليون إصابة و53 ألف حالة وفاة عالميا. نأمل أنه تكون إصابتنا بعد يعني شوي محمولة، الله لا يضر حدا وإن شاء الله ما منشوف حالات وفاة. بيأسفنا أنه نسجل يعني بالتقرير اليوم اللي بنحصل عليه نبقى قاعدين على أعصابنا تنشوف أنه قطع اليوم هال 24 ساعة على خير ولا لا، تسجل حالة وفاة ولا لا، منشوف الأرقام إذا عم بتكون قليلة متدنية، وخاصة شفنا بيك هيديك الجمعة شفنا أرقام عالية وصلت لل 60 حالة بكل 24 ساعة. يعني رجعنا للأرقام الطبيعية 14 16 17 8 نهار التنين، على أمل يضل يعني المعدل هيك، وبالتالي نقدر نتجنب قد ما فينا بوعينا وبحس المسؤولية عند المواطن اللبناني، لو أنه في ملل لو في أنه زهق، الأهم بيضل أنه نجرب قد ما فينا نضبط حركتنا، نعرف أنه إذا لا سمح الله أصيبت إصابة وحدة بالعيلة، العيلة كلها ممكن أن تصاب أيضا وتصير مضطر أن تحجر نفسها.
الله لا يجرب حدا، بنتمنى وعلى المواطن اللبناني يضل واعي لعملية تحركه وانتقاله، لأن هيدا السبيل الوحيد تنجرب أرقامنا تكون مقبولة وما نشهد حالات العالية اللي عم نشوفها ببلدان المتقدمة. جورج، شكرا لك زميل جورج عبود على هذه المواكبة. الأخصائي في الأمراض الجرثومية والمعدية الدكتور عيد عزار أطلع عبر برنامج احنا بقى سوا من الأو تي في وتحدث عن أهمية بروتوكول يتم استخدامه في مستشفى القديس جورجوس في الأشرفية. هذا البروتوكول قصته من أكثر من شهرين. بروفيسور ديدي راولت اللي نحن اللي انا شخصيا بعرفه، في عنا دراسات نحن وياه مشتركه، عنا بروجرام بي اتش دي، يعني في تلاميذ بين بيروت وبين مارسي بنشتغل سوا نحن وياه. اول ما بلشت الكورونا عنده كان نظريه بتقول انه في اولد موليكيولز، يعني اشياء ادويه بطلنا نستعملها بشكل هلا يمكن يكون عندها خصائص بتساعدنا لما بتصير عندنا حاله وبائيه مثل الكورونا. وكانوا عاملين دراسات مخبريه بتقول انه الكلوروكوين هو من الاشياء الممكن انها او من الاشياء المثبته انه بتمنع تكاثر الفيروس بقلب الخلايا البشريه. الصينيين بمرحله يوهان باول استعملوا الدواء وعطوا اول ببليكيشن صغيره بتقول انه سريريا كان في عندهم شويه بين عندهم انه في نتيجه من استعمال الكلوروكوين. لحقتها دغري اكيد لانه هو حضرتك استعملت دواء ثاني معه كمان. لا عملي كيف بلشت بالاول بعدين بس تنبسطها شوي على الناس. ايه بعدين هو راوت هو اللي عامل هالكومبينيشن، مش اكيد مش نحن اخترعناهم شوي خاصه بالسوشيال ميديا بياخذوها شوي بعناوين اكبر منا. هو اللي هذه الكومبينيشن كلوروكوين مع ازيتروميسين، ازيتروميسين هو انتبيوتكس. هالخلطه بين الاثنين كانت اكثر شيء قدر يخفف من تكاثر الفيروسي. هلا لا بيهمك نقطه التكاثر الفيروسي لانه انت اليوم عاده دراسات بحالات مش وبائيه مثل هلا تتطلب اكيد وقت كثير اطول وتتطلب شيء اسمه دراسات سريريه. يعني مش مهم بس تبرهن انه هالدواء بخفف من تكاثر الفيروس، مهمك تبرهن انه اللي بياخده بصح. نعم. بس هو اخذ منطق ابسط ونحن من يعني تبعنا نفس الشيء، انه هلا بالوقت الحالي لما يكون بحاله وباء وناطره يمكن يجي كميات والافات الحالات بدنا نشتغل على الوقت القصير، بدك تشتغلي باكثر شيء منطقي وباكثر شيء ممكن يكون يعطي نتيجه. هلا هذا اللي صار، بس عمل هو اول جروب صغير 24 مريض، بعدين عمل 80 مريض وبعدين اخذ FDA approval، يعني مش انه صحيح. يعني وصل على امريكا وصار من الاشياء المستعمله من الاستعماله صار من الاشياء المسموح استعمالها بعلاج الكورونا. نحن كمستشفى نحط بروتوكول لكل المرضى. يعني ما عملنا بروتوكول لكل مريض، كل حكيم يعطي اللي بده اياه. سو البروتوكول هو مش بس برجع بجدد مش بس العلاج، البروتوكول هو انه كل مريض هلا عنده حراره او سعال ممكن يكون كورونا. سو بدك تلقطيه من اول ما تبلش هالعوارض. والشغلتين اللي بيعطوا اكثر احتمال انه يكون في فيروس الكورونا هن الحراره زائد السعال. نعم. سو هودي اذا بيجوا على الطوارئ او على عياده الكورونا صار شهر فاتحه بروتوكوليا بيلحقوا فحوصات فحوصات يعني فحص الاكسجين، فحص النبض، فايتال ساينز بيعطولون، فحوصات الدم وصور صدر وصولا للسكانر اللي هو كمان عنده قدره يقدر يشخص بوقت مبكر الالتهاب الصدري اللي بيجي من الكورونا، وبيتبع الفحص المخبري اللي بياكد هلا لما يصير في عندك تشخيص للفيرال انفكشن. نعم. وبهالطريقه بتعملي تشخيص مبكر، يعني ما بتنطري تتطور الحاله لتصير. ما بيعطي يفيد هيدا الدواء لما تتطور كل الحاله. كل الادويه هيدا واي دواء اخر استعمل لحديت هلا ما في شيء ببرهن، او اكثر شيء كل شيء ببرهن انه اذا تاخرتي او اذا كان المريض كيف بيقولوا حظه عاطل وتوصل على المستشفى كان بحاله متقدمه وحاله بتعوز عنايه فايقه، احتمال نجاح اي علاج بهالمرحله كثير واطي. بينما اذا شخص بمرحله مبكره. على وقع الخرق المستمر لقرار التعبئة العامة خصوصا في طرابلس، رئيس البلدية دكتور رياض يماق يتحدث للأو تي في. صراحة انه هالحالة اللي هي موجودة في طرابلس من الصعب ضبطها اذا ما اعطينا الناس. نحن هلا بوضع كثير خطر
وباء متفشي طبعا يعني على صعيد العالم. طرابلس هي تمر سابقا بأزمة اقتصادية اجتماعية صعبة. لما بنطبق قوانين صحيحة وضروري تطبيقها على شعب مثلا بيوت فيها 7-8 أشخاص هي غرفة أو غرفتين، وأكثر المناطق الشعبية بهالشكل هذا، لما بيطلع حدا عنده شك بتقول له بدك تعمل عزل أو حجر في المنزل، فالصعب يحصل هالشيء إذا ما سرعنا في تأهيل أوتيل كواليتي إن اللي هو اللي إجى عليه موافقة من وزارة الصحة ومن المجلس الأعلى للدفاع، بده تسريع هالموضوع. إذا ما أعطينا الشعب اللي هو بالمناطق الشعبية بدون عمل بطالة، ما أعطيناه لقمة عيشه. نحن كبلدية طرابلس طبعا خدنا قرار سريع ب 3 مليار ومشكور وزير الداخلية أنه يمضيها دغري والمحافظ طبع عليها. نحن عم نعمل الآلية بقسائم شرائية، إن شاء الله الأسبوع الجاي بتكون قيد التوزيع، بس القيمة قليلة 75,000 على 40,000 نسمة تقريبا، يعني تكفي لبسيط ولكن لا تغطي كل مناطق طرابلس، بالأخص أنه كثير من الناس اللي كان عنده عمل متوقف عمله، وهذا عم يجعل عنا أمر كثير صعب. بيوت إسا تحت النور مغلقة، ما زال فيها ناس موجودين بقلبها، كل فترة ممكن أنه يقوموا بمظاهرة بلاحقهم الجيش. أمر بده شدة. اليوم كان في دعوة لتحركات بساحة النور رئيس، رح تصير أو صارت أو شو الوضع؟ والله هي الدعوة موجودة كلقاء، ما حدا عم يدخل على ساحة النور. نحن كبلدية طرابلس ما قادرين ندخل عليها وما بدنا ندخل عليها. نحن كبلدية أيام كل فترة الثورة بلدية طرابلس كانت عم تقوم بواجباتها تجاه شعبها، ما أغلقنا المؤسسة ولا نهار، ما حدا قرب على المؤسسة لأنه هذه مؤسسة خدماتية. ما بنستطيع نحن نحمل أنه ندخل على ساحة النور. هذا موضوع دولة، موضوع أكبر من بلدية طرابلس. يعني صراحة الأمر بدنا نتعاون. نحن أي شيء عم نطلبه من قيادة الجيش عم يلبونا، ونحن شو بيطلبوا منا قيادة الجيش والقوى الأمنية عم نلبيهم، وعم نكون قدر الإمكان نلبي حاجيات شعبنا. بالمناطق الشعبية عم نعمل توعية، عم نفوت على الأسواق، عم نقول لهم أنه يحطوا الكمامات. منظمة الصحة العالمية تحذر دول الشرق الأوسط، انتشار كورونا قد يكون أسرع من المتوقع في المنطقة. أكدت منظمة الصحة العالمية أن حكومات الشرق الأوسط بحاجة للتحرك سريعا للحد من انتشار فيروس كورونا بعد أن ارتفعت الحالات إلى نحو 60,000، وهو ما يقرب من ضعف مستواها قبل أسبوع. وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري، وهي منطقة تضم باكستان وأفغانستان والصومال وجيبوتي إضافة إلى دول الشرق الأوسط، تم تسجيل حالات جديدة في بعض من أكثر الدول تعرضا للخطر والتي بها أنظمة صحية ضعيفة. وأضاف في بيان، حتى في الدول التي بها أنظمة صحية قوية شهدنا ارتفاعا مقلقا في أعداد حالات الإصابات والوفيات المسجلة. وباستبعاد إيران التي سجلت ما يزيد قليلا عن 50,000 حالة إصابة، كانت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ضئيلة نسبيا في الشرق الأوسط مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة وأسيا. لكن مسؤولي الصحة يخشون أن يكون عدد الحالات الفعلي أعلى من ذلك المسجل، وأن تجد كثير من البلدان ذات الحكومات الضعيفة والأنظمة الصحية المتردية بسبب الصراعات صعوبة في احتواء الأزمة. وقال المنظري، لا يمكنني التأكيد بما يكفي على خطورة الموقف، فزيادة أعداد الحالات تظهر أن انتقال يحدث سريعا على المستويين المحلي والمجتمعي. وأضاف، ما زالت أمامنا نافذة مفتوحة، لكن هذه النافذة تضيق يوما بعد يوم. وقالت منظمة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالمنطقة زاد إلى 58,168 حالة،
من 32422 إصابة في 26 أذار، وذلك في يوم تجاوز فيه العدد العالمي حاجز المليون. ومن أكثر البلدان المتأثرة بالصراعات اليمن، حيث قال البنك الدولي إنه سيخصص 26.9 مليون دولار تمويلا طارئا لمساعدة منظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية على تحسين القدرة على رصد واحتواء فيروس كورونا. هل يتحول فيروس كورونا إلى مرض موسمي مثل الإنفلونزا؟ لا معلومات مؤكدة ودراسات تتأرجح بهذا الخصوص. في الوقت الذي تحاول فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم تغيير اتجاه تفشي فيروس كورونا الجديد، يتساءل الأطباء عما إذا كان سيتم استئصال المرض بشكل نهائي أو أنه سيتحول إلى مرض موسمي مثل الإنفلونزا ونزلات البرد. وفي هذا الشأن تقول الأستاذة المساعدة في قسم علم الأحياء الدقيقة والمناعة في إحدى جامعات موريال سيلينا ساجان: أعتقد أنه من المبكر جدا معرفة ذلك. نحن حقا لا نعرف ما يكفي عن هذا الفيروس حتى الآن، وحقيقة أنه وباء عالمي تشير إلى أن الانتقال عدوى يحدث الآن. ومن المعروف لدى علماء الأوبئة أن كل مرض له نمط مختلف، فعدوى الإنفلونزا تزدهر على ما يبدو في طقس أكثر برودة وجفافا، بينما تظهر الحصبة والجدر في الولايات المتحدة وكندا خلال السنة الدراسية، وفقا لما ذكر تقرير نشرته CBC الكندية. ويؤكد خبراء الأوبئة أن عوامل معينة تؤثر في أمراض أخرى قد تنطبق على فيروس كورونا الجديد، ومنها رطوبة الجو. فالدراسات أثبتت أن ارتفاع الرطوبة يساهم في القضاء على أنواع مختلفة من الفيروسات. أما العامل الآخر فهو النمط الاجتماعي، إذ يرتفع مستوى الأمراض شتاء بسبب بقاء الأشخاص داخل المنزل وعدم التعرض الكافي للشمس. وأكد خبراء من مركز موريال الكندي للأوبئة أن تصنيف فيروس كورونا كفيروس جديد يعني غياب المناعة ضده بين غالبية الناس، الأمر الذي يجعل الغموض يلف ما سيحدث في الفترة المقبلة، لتظل الإجابة على السؤال هل يتحول فيروس كورونا إلى مرض موسمي مثل الإنفلونزا ليس بعد. أبلغت لجنة علمية البيت الأبيض بأن الأبحاث تظهر أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتقل ليس فقط عن طريق العطس أو السعال، بل أيضا عن طريق الكلام أو حتى بمجرد التنفس. وجاء في رسالة كتبها رئيس لجنة الأمراض المعدية الناشئة والتهديدات الصحية للقرن 21 في الأكاديمية الوطنية للعلوم الدكتور هارفي فاينبرغ، في حين أن الأبحاث الحالية الدقيقة حول الفيروس محدودة، إلا أن نتائج الدراسات المتوفرة تتفق مع انتقال من خلال تحول الفيروس إلى جزيئيات صغيرة يمكن أن تحمل أو تحمل عبر الهواء من خلال التنفس العادي. نتابع النشرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. قبل متابعة في سياق النشرة، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية أنه ابتداء من يوم الأحد الواقع في 5 نيسان 2020 وبناء على طلب الحكومة اللبنانية، سوف تقوم الشركة بتسيير رحلات متتالية لإجلاء المغتربين والرعاية اللبنانيين المتواجدين في الخارج وفقا للشروط الموضوعة من قبل السلطات اللبنانية المختصة. وسوف تقوم الشركة بنشر جدول رحلاتها فورا الحصول على الأذونات المطلوبة من الدول التي سيتم السفر منها. وأشارت الشركة إلى أن أسعار بطاقات السفر ستكون بسعر الكلفة دون أي أرباح، إلا أن سعر كلفة المقعد على رحلات الإجلاء هذه يصل في بعض الأحيان إلى حوالي 4 أضعاف سعر كلفة المقعد على الرحلات العادية، وذلك بسبب مغادرة الطائرة بيروت فارغة ومن دون ركاب وعودتها إلى بيروت بنصف عدد المقاعد فارغة للإبقاء على مسافة مقبولة بين الركاب، وتبعا للتدابير المتخذة لمراعاة عملية وشروط الإجلاء في ظل تفشي فيروس كورونا. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة وضعت بتصرف الراغبين بالعودة جدول بالأسعار: أبيجان درجة سياحية 1800 دولار، درجة رجال أعمال 3900 دولار، لاغوس أيضا 1800 دولار درجة سياحية، درجة رجال الأعمال 3900 دولار، الرياض 650 دولار الدرجة السياحية، درجة رجال الأعمال 1300 دولار، أبوظبي 750 دولار الدرجة السياحية، و 1500 دولار درجة رجال الأعمال. ونتابع في النشرة: مستشفى ضخم في ميلانو لمعالجة مرضى الكورونا بشفاعة القديس شربل. يا غافي وعيونك لعينينا نور زحر
ورد عشفونك حبه البخور. هو النداء يلي بيدق نفوس كل يوم وكل لحظه، فكيف اذا كان بوقت الضيق والوباء؟ هو صوت يلي بيسمعه كل مؤمن جواته بفرح ورجاء، لينور القلوب ويهدي الضمائر ويلين كل ما هو صلب ويضرم كل ما هو بارد. هي كلمات الرب للإنسان يلي عم يرزح اليوم تحت عبء غير مرئي وغير ملموس، تحت عبء جرثومي أركعت من يعتبرون نفسهم عظماء وقضت مضاجع البشرية جمعاء. وهو قديس بحديقة الرب الرحبي، قديس من لبنان، طبيب لهالبشرية، فطلبت شفاعته من حول العالم، ووصل الدور إلى إيطاليا التي تبكي هم الكبير، وبالتحديد ميلانو، فقد طلبت شفاعة قديس لبنان العظيم مار شربل يلي عم ينظر إلنا بعيني الرجاء والقوة يلي بتنتشلنا جميعاً من بؤرة الضعف. القصة بتبلش لما بتوصل لخادم رعية مار شربل ميلانو إيطاليا الخوري أسعد سعد رسالة من المونسنيور كلاوديو فونتانا سكرتير رئيس أساقفة ميلانو، جاء فيها: عزيزي أبونا أسعد، المستشفى الاستثنائي الضخم الذي استحدث في ميلانو لقد كرس رئيس أساقفة ميلانو للقديسين شرب المخلوف وريكاردو بامبوري. الرئيس الأساقفة تبع ميلانو كان بده يشتغل على بعدين، البعد الأبرشي يلي هو أبرشية ميلانو ويكون فيها قديس بيعني لأهل الأبرشية خاصة بوقت الضيقة هيدي وقت المرض، يلي هو ريكاردو بامبوري يلي هو كان راهب من الأبرشية أبرشية ميلانو وكان بذات الوقت طبيب، وكمان كان بده البعد عالمي لأن أبرشية ميلانو كأبرشية بتضم كثير من الكنائس الإثنية يعني يلي هي مش أمبروزيانية. الأكثر قديس كان عنده وقع بالأبرشية بالوقت الحالي هو قديس شربل، مش بس بالأبرشية، عنده وقع وعنده متعبدين إيطاليين بكل إيطاليا بالجمال، وهن بيعرفوا كتير منيح وبيعرفوا من خلال الرعية تبعيتنا نحن، رعية نحن سميناها رعية مار شربل لأنه مار شربل هو اللي جبرنا نسميها رعية مار شربل، لأنه هو كان سابقنا على ميلانو. وانا خبرت قبل هلا عن الشيء اللي صار معي هون، اول ما وصلت بال 2016 كان عندي اول قديس لمار شربل ورعيتنا صغيره، اول ما نبلشين على ما بتعرفنا ما بعرف شو كيف باي عجيبه العالم عرفت انه في عيد مار شربل بتموز، عم بفتح باب الكنيسه مثل العاده بلاقي كثير عالم قدام الباب فكروا انه سواح بفوتوا لجوا على الكنيسه وبيقعدوا بصوروا يزيدوا 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 وهن مش قادر عيد يعني. والى اللبنانيين ابناء موطن القديس شربل، إذا كان إحنا عنا طبيب من السم بينتمي لأن للبنان وكل العالم صارت عم تلتجي له مش بس اللبنانيين، فإذا إحنا كمان لازم يكون في عنا ثقة فيه مثل ما هني هون بميلانو بمستشفى عظيم كبير كتير بيحتوي على 600 سرير بيناتهم 250 سرير عناية فائقة ومتطور جدا، بيختاروا ديس مش إيطالي حتى يكون شفيع للمستشفى هيدا، معناتها عندهم ثقة كتير كبيرة بهالديس هيدا. نحن كمان كلبنانيين مفروض يكون في مفروض يكون نحن في عنا ثقة كتير كبيرة بقديسنا بشفيعنا وبطبيبنا. ولأبناء طولة صغرتا مسقط رأس الخوري سعد كلمات من القلب: مبروك لكم، عندكم طبيبين، عندكم مار آسيا وعندكم مار شربل، وبنطلب منكم انكم تتصلوا لنا، تصلوا او مش تصلوا لاهل الضيعه منتشرين بكل العالم لانه بحاجه لصلاتكم، وتصلوا لنا نحن هون كمان اللي احنا كمان بوضع استثنائي، بطلب منكم كمان تديروا بالكم على حالكم على بعضكم البعض، بطلب منكم انكم تتعلموا من اللي عم بيصير بالعالم وتلتزموا بالقوانين، تلتزموا بالاشياء بتطلبها منكم الدوله، وانا كمان بطلب انه كمان يصلوا لي وانه كمان هن يطلبوا من مار شربل ومن مار اسيا شافيعنا بطولة انه كمان يتشفع فينا عند ربنا. فخر للشعب اللبناني ان يحتل قديس من لبنان مكانا خاصا في قلب ووجدان شعوب الارض قاطبة، وللبنان وايطاليا والعالم اجمع يا شربل صلي. يا شرب خرق التعبئة العامة وصولا إلى التجمع في بعض المناطق له تفسيرات نفسية شرحها الدكتور نبيل خوري عبر أخبار المساء من الأو تي في. بس نحن مستوين نلتزم
الجمهور خرجت عن ارادتنا واصبحت اقوى منا. الحرم المكي حرم الملك السعودي انه ينزلوا يصلوا في الناس، الفاتيكان بابا منع العالم يتجمعوا، وطلع بنسكايب عامل اساس وراح وحده على الكنيسه تعمل البركه. يعني العالم كله التزمت انطلاقا من قاعده الخوف، الخوف مبرر. مليون صافي ونيف بالعالم وراح يصيروا 100,000 قتيل. يعني الناس لازم تاخذ بعين الاعتبار انه هذا الشخص اللي عم بيعرضنا للخطر نحن يجب ان يحاسب. ومن هون انا دعيت من اكثر من شهر الى اعلان حاله الطوارئ، باليوم وقبل اليوم يومين ثلاثه دعيت الى عزل المناطق عن بعضها. اذا تعذر منع الناس انه ينزلوا وافهامهم انه لازم ما ينزلوا ما يجتمعوا ما يحتكوا ببعضهم ما يقتلوا بعضهم ما يتوافقوا بعضهم ما يعملوا لقاءات اجتماعيه، اذا ما عم يفهموا في مرض كثير كثير قاسي اخطر هو يعني ترقب الفكر ترقب العقل اخطر بكثير من ترقب العقل. بدنا ناخذ اجراءات، لازم الدوله تتحرك. مشكوره بدي هون اسمح تصدير، مشكوره وزاره الصحه، مشكور وزير الصحه اللي عم بيدير الموضوع بقدر اكبر قدر ممكن من الاحترافيه رغم انتقاد بعض استاذ الاساس وبعض المنحرفين والموتورين، ولكن يجب ان نلتزم بقرارات وزاره. ضمن زيارة تعارف بعد توليها المهام الدبلوماسية، اجتمع وزير المالية غازي وزني بسفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروتي شيا، وتطرق الباحث للعلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع المالية والنقدية. وخلال اللقاء أكدت شيا أن بلادها مستمرة بدعم لبنان وشعبه في المجالات كافة. كما التقى الوزير وزني بسفير هنغاريا في لبنان، وتمحور الاجتماع حول سبل توطيد التعاون بين البلدين. ومع هذه الإطلالة الجديدة للسيدة فيروز نصل إلى ختام النشرة. للمزيد تابعونا دوما عبر فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.